اخي عامر قبل ما يتوفى الله يرحمه الكبير، واخي بشار، نحن عندنا مشكله ان احنا انقسمنا. تخيلي يعني انه عيله بنفس العيله نحن انقسمنا. قسمتوا باي حولنا بالنسبه لهم لناس عبيد للنظام وهن صاروا الاحرار والعكس. بعدها هل هو بالعيلة؟ ايه بعدها ما زالت طبعا. عامر خيك اللي كنتوا على خلاف لما ما كنتوا على خلاف؟ لا ما كنا عم نحكي، ما كان عم يحكي معنا، لا ما كان عم يحكي معنا. إيه؟ اخر سنة سنة وشوي، اكثر سنتين من وقت ما طلع على مصر ما عدنا حكينا مع بعض. طب بس موت خي خيك ابن امك وبيك انتوا على خلاف. ايه طب شو بدنا نعمل؟ هو اتخذ هذا الموقف الحد جدا، خلص يعني قرر انه هيك. كأنه في لوم. اوكي تحرق. لليوم بعدك بتلومه على موقفه؟ والله ما بلوم حدا، كل حدا يستفيد. اللي انا بعرفه اني انا ما كان لازم اترك ابي ابدا بهي القصص واطلع برات البلد. الولد مطالب بانه يضل حامي اهله لوقت ما يموتهم بعز. الخلاف كان قبل ما يتوفى؟ ايه قبل. ايه طبعا. وبايه لحد ما يعني توفى؟ إيه تقريبا لوقت ما توفى. كل غاصب عرش حوالينا بده يقاسمنا علمني هذا المحتل صار بده حد أبو فهمي صار بده حل. إيه حل اللي ياها أنا بعرضك لحقنا البل. الجيش العربي ياخذ بالدار قلنا لهم جيش بيحمينا بيحمي هالدار. آه داري حاميها حرميها هي هي القصة وما فيها. داري حاميها حرميها هي هي القصة وما فيها. الحاكم خايف على الكرسي ليصيبه البل.